نقدر نجود، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود. مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجود. رمضان 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 بالخير تعود. مشاهدينا الأعزاء، عيدكم سعيد وكل عام وأنتم بخير قبل الزحمة. رمضان خلص وبقى عليه يوم واحد بس. الأخ هذا رافقنا طيلة 29 يوم، حاولنا من خلاله إن إحنا نتكلم عن سلوكيات مستحب العمل فيها برمضان، والسلوك اللي بيعجبك ممكن إنك تحافظ عليه كمان بعد رمضان. وعشان العيد قرب والناس بدأت تلتهي في زحمة الأسواق وبالفرحة وبالسعادة وبالملابس الجديدة وبشوكولاتة العيد وبالزيارات وبالمؤانسة وبالاحتفالات وبالأجواء الجميلة هذه، حبينا إن إحنا نتكلم في آخر سلوك عن شيء في قمة الرقي، في قمة الإحساس، في قمة الإنسانية، إنك تسعد الناس اللي حواليك معناه إنك إنسان في قمة الإنسانية والرقي. بجد محتاجين إن إحنا نلتفت لمن حولنا في هذه الأيام. العيد بقي له يوم وبدأت استعدادات الناس على قدم وساق، وكل واحد يلا بيتي ونفسي وأولادي. الدنيا غلا والأسعار ارتفعت والغلاء المعيشي بقى كثير، ونحن يا دوب ان احنا نكفي أنفسنا وما عندناش قدرة ان احنا ندور بعد الناس. وا 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 لحظة، محدش قالك اقطع من كسوة أولادك ومرتك وبيتك واعطيها للمحتاجين، ولا حد قالك اعدم الكسوة عليهم هذه السنة عشان تروح تساعد في باليتامى أو الأرامل أو الناس اللي عاجزين عن إيجاد حق العيد في هذا العام. لا، احنا قلنا ساعدهم. طب كيف أساعدهم؟ الآن في كل محل بتدخله بتلاقي فيه قسم الملابس اللي سعره قليل، توصل فيها سعر البدلة لألف ريال. اشتري واحدة بس، واحدة، وروح أعطيها لأي أرملة أو لأي محتاج أو لأي يتيم أو لأي فقير، حسب الله وإنه حق المواصلات، حسب الله وإنه حق 2 باكت سيجارة، معليش حق يوم ولا حق نص يوم، حسب الله وإنه أي حاجة خرجت نثريات معك أثناء زحمة العيد ودوشة العيد وشغلة العيد. وإنت رايح لمحل البهارات تشتري الزبيب واللوز والشوكولاتة والعصير والنعنع والأشياء هذه، تذكر إنه في ناس محتاجين يكملوا فرحتهم بهذا الشيء. خذ كيس واطلب من الرجال إنه يعمل لك بمبلغ بسيط حاجة مشكلة من كل دي الأنواع. ما بقول لك شروح خد ماركة رقم 1، ولا خد من اللي الكيلو حقه ب12 ألف، ولا اللي من الكيلو حقه ب10 ألف. لا، الناس دي ما تميزش هذه الأشياء، يا دوب عندها إن في شيء يدخل لها بفرحة، بنوع من الابتسامة يحسسها إنه إحنا لسه في عندنا عيد. شكلنا اليوم بنتعشى. والله هذا الزلطة دي مش حقيقية، جالس يجمع مين بداية رمضان. لو مو تجمعها زعما بتشتري إيش؟ بتشتري شوكولاتة؟ بتشتري الريح؟ عاد الجاهل الله يهديك بس. ظريف ها. كبار. تري الريح. والله هذا. البس أنا جالس يجمعها من بداية رمضان. قل لي ليش؟ ليش؟ جالس يجمع البياس. جمع ريال فوق ريال كم موقع معي المبلغ، وبعدين اروح لاي مكان اشتري ملابس ولادي وبناتي للاطفال واروح اوزعها على الفقراء والمحتاجين. فكره حلوه والله. شفت فبدك تقول لي قول ريح مدري ما هو. خلاص انت راعي لي، بروح للبيت الان سريع وارجع. مش تروح تعمل معي بياس بالبيت رافع عليه، بروح عندي وازيد ابصر معي لو في شباب بيقولوا لا شيء قد احنا نروح كلنا سوا. الله يباركك، وتخيل الفرحه اللي بتكون عند الاطفال لما نجيب لهم هذه الاشياء. تخيل والله انه صدق فرحه. الله يديك، يلا بسرعه الان بقى حبيبي. انا بقى
50 طالب كانوا حاضرين محاضرة يعملها لهم الدكتور في الجامعة. فجأة الدكتور وقف وقرر أنه يعمل نشاط فجأة. أعطى لكل واحد بلونة وأعطاه قلم فولمستر وقال له اكتب اسمك على البلونة، انفخ البلونة واكتب اسمك على البلونة واربطها. بقى كل واحد ماسك البلونة حقه وكاتب عليها اسمه، وفجأة جمعهم كلهم ودخلهم غرفة كانت مقفلة. فتح الغرفة المقفلة ومليان فيها بلونات، وطلب من كل واحد انه يحط حق البلونة باسمه داخل الغرفة اللي فيها برضو مجموعة بلونات. كل واحد حط حق البلونة في نفس الغرفة، وبعد شوية قال لهم معاكم 10 دقائق، كلكم تدخلوا إذا هذه الغرفة، تقفلوا الباب وكل واحد يدور على البلونة اللي فيها اسمه. دخلوا 50 طالب إلى هذه الغرفة، وكل واحد زي المجنون يخابط بالثاني عشان يلاقي البلونة اللي مكتوب عليها اسمه. عدت 10 دقائق، وعدت ربع ساعة، وعدت نص ساعة، والطلاب ما قدروش إنهم يلاقوا كل واحد البلونة اللي عليها اسمه غير 2 أو 3 تقريبا. خرجوا الطلاب لعند الدكتور وقالوا له يا دكتور هذون 2 بس أو هذون 3 هم اللي لاقوا. قال لهم طيب بعمل لكم نفس التمرين مرة ثانية، كل واحد مش لاقى بلونة؟ قالوا أيوة. عليها اسم صاحبه؟ قالوا أيوة. قالوا خلاص كل واحد يعطي البلونة هذه اللي عليها اسم صاحبه لصاحب البلونة. وما مرتش غير 3 دقائق وكل واحد من هذول لقى البلونة اللي عليها اسم صاحبه وراح أعطى لصاحبه هذه البلونة، لغاية ما بقى 50 طالب كل واحد معه بلونته اللي عليها اسمه. الجدير بالذكر إنه أنت لما تبحث السعادة لك، لنفسك، لروحك، ما بتلاقيهاش، بالرغم من إن أحيانا بتكون قريبة منك جدا بس أنت مش مركز. لكن بالمقابل لما تروح تبحث عن السعادة لأشخاص آخرين ويكونوا هذون الأشخاص هم كمان يبحثوا عن السعادة لك، بتلاقيها وبتلاقيها بسرعة كمان. بطبيعة الحال الإنسان ما يقدرش يعمل أي حاجة لو هو لوحده، حتى لو كان صاحب مال، صاحب نفوذ، صاحب جاه، قادر يتغدى بفرنسا ويتعشى في ألمانيا، قادر أنه يفطر في نيوزيلندا ويروح للدنمارك. عشان كذا إسعاد الناس، إسعاد الآخرين مش دائما يكون بالفلوس. يا مناس أصحاب بليارات مش قادرين يحسوا أنهم مبسوطين. ليش؟ لأنهم مش لاقين حد حواليهم، ولو لاقوا حد حواليهم أغلب الأوقات يكون عشان مصلحة. حاول إنك تكسب الآخرين وتسعد الآخرين عشان يوم ما تحتاج إن حد يسعدك تلاقي. زي ما إحنا قادرين إن نحنا نبتكر ونتفنن ونتصنع في أشياء كثيرة وعديدة، حاول إنك تتعب نفسك حبتين وتتصنن في صنع السعادة لليتامى، للأرامل، للناس المحتاجين، للناس اللي فقدوا بيوتهم، فقدوا أسرتهم، فقدوا رب العيلة اللي كان يقدر يحسسهم بطعم العيد وبفرحة العيد. مشاهدين الكرام، نتمنى أن كل أيامكم تكون أعياد، وأن الله سبحانه وتعالى دائماً يعيد لكم أيام الفرحة والابتسامة بدون أي أحزان. بكذا نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، ولنا لقاء آخر معاكم بإذن الله، وقد يكون الأخير بكرة على نفس الموعد ومع سلوك آخر، ورمضان بالخير يجمعنا. نقدر نجود، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ ليالي دامنا نملك نفس واحنا على قيد الوجود. نقدر نجود رمضان.
الخير تام.